عجلة الآداب والفنون في العراق لا تتوقف، إنها تدور يومياً بحثاً عن الجمال. برنامج أبواب يتابع الفعاليات، كونوا معنا. الموسيقى حاضرة دائماً وفي كل الظروف، هذا ما أرادت أمسية مصطفى محمد زايل قوله عبر الأوتار والأنغام، لا سيما في ظروف شاذة كالتي يمر بها العراق. الموسيقى التي تحفر في جذور الذاكرة العراقية والتاريخ العراقي والمعرفي بالتأكيد لن تكون هذه الأخيرة، وأنتم انتظار إن شاء الله مفاجآت قادمة أخرى تضاف إلى هذه الأمسية لنقول معا للعالم بأسره أن العراقيين موحدون، وأن العراقيين ليس أمامهم إلا أن يتوحدوا من أجل طرد الخفافيش وسدنة الموت والظلام والخراب. ليس أمامنا في بغداد إلا أن نحتفل بالنور والضوء والجمال، أدوارنا تتكامل. بالتأكيد السبق للذين يقفون في الجبهات يتصدون لقتال الموت والخراب وداعش، ولكن نحن نأتي في المؤخرة هم يأتون في المقدمة. علينا أن لا نكتفي بالتشجيع والمساهمة من بعيد، كل منا يأخذ دوره، الفنان، المثقف، الشاعر، التدريسي، الأكاديمي. واليوم أعتقد أننا محظوظون بهذه النخبة المميزة من صحفيين وإعلاميين ورجال دولة ومجتمع مدني. هؤلاء جميعا بالتأكيد لا تتسع القاعة لأن تستوعب كل من حضر إلى هنا، لكننا نعد بالمزيد إن شاء الله، ونشكركم لأنكم انتظرتم معنا حتى هذه اللحظة. الحفل كان أنيقاً ومنظماً، وأحيته فرقة سومريون التي يقودها مصطفى زاير، وتتكون من عدد من العازفين على بعض الآلات الموسيقية. بالحقيقة كانت أمسية جداً رائعة، وكان يعني جمهور جداً كبير مثل ما لاحظت. يعني نطلب بس من الوزارة أن توفر مسارح أكبر بالعراق، لأن أكو بعض من الناس ظلوا يسمعون برا المسرح وخارج المسرح مثل ما حضرتكم شفتوا. وأنا هاي أول مشاركة لي مع فرقة ومجموعة السومريون في هذا الحفل، تضامنا لناس آمر لي وأهل آمر لي، عبرنا من خلالنا من خلال آلاتنا لهاي الناس الأبرياء المساكين. يعني بالتأكيد منذ أن بدأت الهجمة البربرية لداعش على أجزاء من العراق، بدأ المثقفون وتمثلهم دائرة السينما والمسرح المثقفون والفنانون بالاشتغال على إقامة مجموعة من الأمسيات الثقافية، دعما للمجهود الوطني، دعما للمجهود العسكري، دعما أيضا لمأساة النازحين والمهجرين في مدننا العزيزة. بدأناها في منتدى المسرح، أقمنا وقفة تضامنية مع النازحين
الفلسطينيين مع المكونات العراقية، ثم بدأنا بمشروع الدعم إعلامي لهذه القضية. أقمنا ندوة هي محاربة الإشاعات الداعشية، وأكدناها هذا اليوم أيضا بهذه الأمسية آمرلي التي كما سمعتها بالتأكيد كان لها خطابا واضحا في تأكيد خطاب الحياة، أن الحياة ستستمر، أن العراق وبغداد بالتأكيد هي مدينة الحياة دائما. نريد من خلال هذه الفعاليات أن نقلب الصفحات ونؤكد أننا مستمرون في تأكيد مشروعنا الحياتي والاجتماعي والثقافي والحضاري. الحفل كان بعنوان آمرلي، وسبب تسميته بهذا الاسم يعود إلى أن هذه المدينة أعطت الأمل لكل العراقيين في إمكانيات الانتصار على الظلاميين. يعني أنا الكلمة الوحيدة في هذا الحفل أنه استمرار الحياة، أنه لازم تستمر. يعني في الأشهر الماضية يعني بدينا نفقد الأمل، يعني بصراحة يعني بعد أحداث الموصل، بعد ما جرى في الموصل من تهديم وتفجير لكل تاريخنا وكل آثارنا وحتى إخواننا المسيحيين وكل ما جرى في 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 العراق، بديت أنا يعني أفقد الأمل إنه يعني قد يكون ما ممكن إنه تستمر الحياة. أسميت الحفل بآمرلي لأن آمرلي أعطتنا الأمل، هو هذا الغاية من هذا الموضوع. وحاولت أن أقدم موسيقى بشكل جيد. تعبنا، صارنا أنا تقريبا صار لي 5 أيام من جيت لبغداد، أرهقت الشباب، أرهقت العاملين لأجل أن يظهر حفل في بغداد وفي العراق بشكل مميز من خلال الموسيقى، من خلال الإضاءة، من خلال المسرح، من خلال هندسة الصوت. وأيضا عندي مفاجأة أنه مهندس الصوت اللي اليوم اللي هندس الصوت هو شخص ضرير، هو كل هذا النجاح هو جزء كبير يعود إليه. الجزء الثاني راح يكون مختلف مع سومريوم الموسيقية للموسيقى، وأيضا راح أقدم أمل آخر للعود العراقي وهو تلميذي محمد العطار في أهم أعمالي، وأختم الكونسرت بسبايكر إلى ضحايانا بعمل أسميته سبايكر جرحك يا موطني. والله كانت أمسية رائعة، كلش حلوة. اليوم استمتعنا بعزف مصطفى زاير وفرقته كلنا سامريون، كان فد شيء كلش حلو، ترتيب كلش ممتاز، تفاجئنا صراحة بالترتيب من حيث الهندسة الصوتية، من حيث الإنارة، من حيث الحضور، فد شيء كان كلش رائع ومميز. أتمنى إنه يستمر هيك عروض، يعني الشباب محتاجة هيك شغلات خاصة بالوقت الراهن، فكان فد شيء كلش حلو اليوم.